أحسن عليك. ماذا نقول لمن يقول أننا في زمن نستخدم فيه العقل ولا نرجع للعلماء في كل أمر؟ يعني لماذا أرسل الله الرسل لذاك الزمن؟ الآن عند العقل. طيب الأول ما عندك ما كان عند العقول؟ كان عند العقول أحسن من عقولنا اليوم. هذا كلام باطل. الله عز وجل أرسل رسل وأنزل كتبه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم. الله يعلم حاجة بني آدم إلى الرسل، إلى الوحي، فأحياهم الله بهذا الوحي. هو من كان ميتا فأحييناه، أحياه بماذا؟ بالوحي. فالعقول تستعمل للأخذ بالوحي. اللي ما عنده عقل ما يعرف، يقرأ كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا يؤمر ولا ينهى، مرفوع عنه قلم لأنه ما عنده عقل. لا أن يتخذ العقل يعني يكون هو المعتمد ويترك الكتاب والسنة. الفرق. نعم عندنا عقول، أفلا يعقلون، حتى نستعملها في تلقي الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر والعبر والنصائح، لا أن نجعل العقول حاكمة على الكتاب والسنة، فهذا باطل. ولذلك ما ضل من ضل من الأولين ومن الآخرين من الضلال إلا لأنهم فرحوا بعقولهم وعلومهم وفهومهم فقدموا على الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا. الآن الكتاب والسنة حاكم على كل شيء. ولاحظ الكتاب والسنة لا يخالف العقل أصلا، لأن الكتاب والسنة ممكن يأتي به ماذا؟ بما تحار به العقول، لكن لا بما تحوله العقول. شيء مستحيل ما يأتي بالكتاب والسنة. وذلك إذا تعارض العقل مع النقل، يعني العقل مع الكتاب والسنة، أيما نقدم؟ لا، أصلا ما يتعارض حتى نقدم. هذا الحل نتكلم فيه، ما في تعارض أصلا. حتى يقال يقدم إذا تعارض العقل والنقل، يعني النقل يعني ما نقل الكتاب والسنة لأنه موصول لنا بالنقل بالروايات. إذا عارض العقل هو لا يعارض، وإنما ممكن يأتي بالكتاب والسنة ما هو فوق مستوى العقل. ونضربنا أمثلة عدة مرات. العقل له حد كالسمع والبصر. إذا رأي الطائرة الآن في السماء ترى جرمها وتسمع صوتها ثم ابتعدت تعد حتى اختفت، هل معنى أنها سقطت ولا خرجت عن نطاق سمعك وبصرك؟ ها خرجت. أول شيء يذهب ما عاد تسمعها، ممكن ما تشوفها، بعدين تبتعد ما تراها، لكن ما يعني لما هي موجودة. كذلك العقل له حد معين، مثل السمع والبصر له حد معين، ثم في شيء خارج نطاق السمع والبصر في العقل له شيء معين، قدر معين في أشياء خارج عن نطاق العقل. فما جاء في الكتاب والسنة من علم الغيب، الجنة، النار، الصراط، غيره وغيره، هذا كله أشياء فوق مستوى العقل، لا لأنها تخالف العقل، لكن هي. ولذلك العلم يقولون أن المكتشفات الحديثة أصبح فيها ما كان مستحيلا ممكنا. يعني لو قلت لشخص قبل عشرات أو مئات السنين أو مئة سنة أن واحد ممكن يتوضأ العصر في مكة ويصلي المغرب والعشاء في وضوء الذي توضأ في مكة في الكويت، هذا هو المستحيل ولا شو يتحمل واحد يعني على 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 الأقدام ولا على المطايا والإبل من مكة إلى الكويت بوضوء العصر لا ويدرك صلاة المغرب والعشاء يصلي فيها؟ معقول؟ هذا اليوم معقول أو ليس معقول؟ اليوم معقول جدا. تتوضأ تركب الطيارة لا يمكن توصل بعد المغرب بعد ولا وتصلي. فأصبح ما كان مستحيلا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، هذا كان كذب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم المسافة هذه عادية جدا، ساعة واحدة الطيارة. كذلك ما كان ذكرت لكم قبل قليل، يعني أن يكذب الرجل كذبة فتبلغ الآفاق. شو تبلغ الآفاق؟ اليوم تغريدة واحدة كذبة مضبوطة هكذا في تغريدة واحدة تبلغ الآفاق ولا تبلغ؟ ها؟ تبلغ الآفاق. مثل اللي قال سالم الطويل يطعم بالصحابة، صارت وين؟ استراد كذبة هني ما شاء الله وصلت هناك، واللقاء عند الله عز وجل يطعم بالصحابة يقول ما ترضى على الصحابة. ليش؟ المهم
أن العقل والنقل لا يتعارضان، لكن العقل يعجز عن شيء فوق المستوى، إما لقلة العلم.